ما يكونش في وضع المرأة في تحصل في قبضها حتى معنا هدارها تحصل على أنه بس ما تشوفش الرجل تحصل معناها ويخذوا عليها زوج تحصل من غير رضاها شباب وأن من قوم الفتاة والتخلص من الفتاة لا يكون إلا برفع مستوى المرأة حتى تشعر بأنها كرامة عندها كرامة والكرامة عندها شهادة عند فينا احنا جينا اربع احزاب نحيي في هالذكرى على الاقل كل حزب منا يروح اسم من مسميات هذه الذكرى ولكن الحقيقه ما لقيتش اسم رابع واكثر من هذا ما تعبت روحي مش نلوج على اسم رابع لاني ذكرت وان هناك شق خامس من الساترة اليوم قاعد يحيي في هذه الذكرى في قصر هلال و تفرحنا وتشتتنا بهذه الصورة واليوم ما نجمش نقول ثم أزمة ولا أزمات ولا ثمش أزمة اقتصادية ولكن نقول لكم أسر وقفت المواطن التونسي تو يقول لكم أحنا شنو الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه اليوم شنو أحوال الوحدة الوطنية بتاعنا اليوم نشوف وين المجتمع التونسي تقسم بين كافر وعلماني ما بين مسلم وعلماني اليوم المجتمع التونسي مقسوم ميلل ونحل اليوم الجهوية المقيتة والقبلية والعروشية رجعت ضربة اثنانها في المجتمع التونسي ولكن تاثر اليوم في ظل التشتت وفي ظل الانكسار وفي ظل التفرقة اللي قاعدين نعرفوها تاثر اليوم يمر بامتحان عسير باعتباره أن اليوم أمام خيارين لا ثالث أمامها يا إما الانبعاث أو الاندثار لا قدر الله نعرف كله أنه بعد أربعة عشر وبعد خروج الرئيس السابق أو مغادرته في أرض الوطن لقينا أنفسنا عرضة لعديد الاتهامات فيها ما صح وكثير منها ما ليس له أساس من الصحة باعتماد القصف مصاش الذي حرم تونس من مساهمة أبنائها الأكثر خبرة في كتابة دستور يتلائم وطموحات الشعب التونسي أهل التوانسة والتساترة والوطنيين قبل كل شيء نحن الوطنيون نحن نريد نحب تونس نحب أن نحافظ على مكاسبنا وأن ندعمها وأن نطورها كما نريد أن ندعم حرية المرأة التي هي كسب معناها كسب تتميز في تونس بين سائر الشعوب العربية بعد أربعة أشهر وذقنا الأمرين والآن نذوقوا في الأمرين أنا ما ننساش طول عمري ما ننساش إيش قالوا لي في الجنوب ما ننساش السيد اللي ولد البارح في التلفزة في الوطنية الأولى يسب في الساترة ويسب فيا بحيث لابد نكون كلمة واحدة لابد نكون صف واحد ولابد من الساترة باش يشعروا انهم البلاد نتاعهم قبل كل شيء احنا ملاكه ما احناش كرايه انا نزيد حويجه على السيداج نقول احنا مش ملاكه برك احنا اللي بنينا الدار شكون بناها احنا ترى واثق من نفسي ومن اصدقائي ولا كنت مسبقا واثق من نفسي ومنهم هما وقلت يا ساترة رحنا نضاف ارفعوا رؤوسكم وراهي بكلنا خدمنا تونس في عهد بن علي لا خدمنا بن علي ولا خدمنا أنفسنا خدمنا تونس في عهد بن علي وجعلنا منها دولة مهابة على كل شيء اللي يقولوه كذلك وأن نحن سوى محاسبة الله يبارك يقولوا محاسبة في المصالحة ولكن نعمل لهم ملاحظة وأن هالعدالة الانتقالية اللي مخصصينا خمسة سنوات أربعة ثابتين واحد ربما زيادة خير إن شاء الله بقانون الإقصاء اللي اتخذوه رقم 15 قانون ما حصلوش به الثورة حرموا الثورة من الكفاءات عنا احنا وتونس في حاجة للكفاءات واحنا ككفاءات مستعدين في الجينات متاعنا
حب الوطن والبذل خدمة هالبلاد هذية، ما هوش استفزاز، ما هوش تهديد. عمرنا ما قلنا كما ارتهبتنا جريدة وأن احنا الأجدر والأحق بالحكم أبدا. اللي وقعت عليه المسادقة واللي أقصاوا الساترة قياديين الساترة تقريبا 30,000 احنا حسبنا آنذاك من الترشح للانتخابات، فلا فايدة باش نأكد هذا الناس كل كي يعرفوه مقتنعين به. هما مش يحميوا الثورة، مش باش يحميوها، باش يحميوا أنفسهم، على خاطر كيف الساترة يهبطوا في الانتخابات هكا اللي يتعداوا بفواضل الأصوات هاكم ما يلقاو ما ياكلوا ما يلقاو ما يمشمشوا، بحيث باش يضيعوا الكراسي نتاعهم وهما همهم الكراسي مش همهم الكفاءات اللي بتسير بها التونسية. وفصل 15 هذايا ما يكونش دستوري لأن يحرم مواطنين من حقهم في الترشح، ولا دستوري 100% لأنه يحرم الشعب من حقه في اختيار نوابه. احنا خايفين على مستقبل تونس، لأنه اليوم كيف نعمل الدستور ونوين مش نبنيه جمهورية على أسس صحيحة، مش ممكن أنه أول قانون يصدر من بعد إصدار الدستور يتخالف مع الدستور. هذا اللي مقلقنا. أما موضوع الإقصاء مش متقلقين منه، لأنه العائلة السياسية الدستورية عائلة كبيرة وعائلة واسعة وعائلة كلها كفاءات وكلها إطارات وكلها خبرات، اللي بالإمكان إذا إقصاء واحد النجم يقدموا 10 مش هذا الموضوع تاعنا. إحنا بالنسبة لنا إحنا نشوفوا الأمور هذه ناخذ فيها من زاوية أخرى. إحنا بالنسبة لنا ضد مبدأ الإقصاء كمبدأ أكثر منه أنه نجم. وبنينا الدولة العصرية، بنينا جعلنا من تونس بلاد مهابة عصرية ممتازة متشبكة بهويتها العربية الإسلامية، ولكن كانت أخطاء، وإحنا اليوم مكبين على تفاصيل الأخطاء هذه، كيفاش تكونت، كيفاش وصلتنا ل 14 جانفي، باش إحنا اليوم نبعثوا من جديد الحزب الدستوري، الحركة الدستورية، وعن قريب بحول الله يكون حزب موحد، دستوري موحد، الشعار بتاعنا حفظ الأمانة، حفظنا على الأمانة إحنا، واستمرار الرسالة اللي بيسلموها الشباب، وحزب الآن بخصوص الحركة مبني أساساً على الشباب، لأننا نكون جيل جديد من السياسيين باش ياخذوا المشعل هو.